الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها هي من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي بنت الحسن بن زيد ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه. إذن هي حفيدة لجدها الإمام الحسن، ثم الجد الأعلى الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا. ولدت بمكة المكرمة في يوم 11 من شهر ربيع الأول في سنة 45 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمكان مولد السيدة نفيسة مكة المكرمة، لكنها ترعرعت في المدينة المنورة حيث انتقلت مع والدها في سن 5 واستوطنت المدينة المنورة. وهنا قد أصابها من فضل الله سبحانه وتعالى بجوار النسب الشريف، أصابتها كرامة المجاورة الشريفة لجدها الأعلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي المسجد النبوي الشريف كانت تتعلم السيدة نفيسة، فتستمع إلى المشايخ وإلى الحديث النبوي الشريف، وتتلقى الفقه من علماء المسجد النبوي الشريف الذي كان عامرا بالعلماء والأئمة في كل ميدان وفي كل مجال، رضي الله عنها وأرضاها.